السلام عليكم، تحياتي اخواتي. اليوم كنتواجدوا معرض التفاح باقليم مدينه ميدلت، فمرحبا بالزوار. غادي ندير واحد الجوله وغادي ناخذوا مجموعه ديال الكلمات من عند المشاركين ديال هذا الملتقى الوطني الثالث بمدينه ميدلت، فيلا هم معنا، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت ايميل شيل بصفتها ضيف شرف في الملتقى الوطني للتفاح، وهو في الحقيقة حاولنا أن نظهر وأن نبين مجموعة من العادات ومن التقاليد ومن الأعراف، وكذلك ترجمة لمجموعة من الأعلام بمنطقة إيميل شيل، وكذلك تعريف مجموعة من المخطوطات ومجموعة من الأمور المتعلقة بثقافة المنطقة وتاريخها وأمجادها، وكذلك تفريعات القبائل والبطول المتواجدة بالمنطقة، وحاولت أن أظهر ذلك من خلال مجموعة من الكتابات ومجموعة من الأمور، وإن شاء الله تعالى نحاول أن ننتج ذلك في أو أن نخرج ذلك في كتاب وفي مؤلف خاص بمناطق إيميل شيل وأعلامها وأعرافها وتقاليدها ومجموعة من الأشياء التي تتميز بها عن القبائل الأخرى، لأن قبائل أي تحديد أو قبائل منطقة إيميل شيل هي حافظت على مجموعة من الأمور التي يمكن أن أقول طمست أو انهارت في قبائل أخرى كاللباس، وكذلك مجموعة من الأعراف في الماء وفي التقاليد، وكذلك حاولت أن أبين في مجموعة من الجوانب مقاومة قبائل أي تحديد ودفاعها عن الوطن أيام الاستعمار الفرنسي بقيادة سيدي بن أحمد نيت سيدي رحمه الله، وهو في الحقيقة رجل يستحق أن يعطى له الاعتبار وأن تعطى له القيمة، لأنه رجل ينبغي أن يخصص له المجال للتعريف به لما كان يتميز به من واقعية، وكذلك يتميز به من حس في الدفاع عن وطنه، وهو رجل يمكن أن أقول سبق زمانه رحمه الله. فشاركنا ضيف شرف، ونرجو الله أن يجعلنا شرفاء في كل أمورنا وأن يوفقنا لخدمة كل ما له علاقة بوطننا. السلام عليكم. شكرا، تحياتي أستاذي، شكرا على الكلمة. حسن بخنيس، نائب أمين المال لتعاون تأسيف من دول المتواجدة ببوزمو دائرة ميدلت. حنا كنشاركوا في الملتقى الوطني للتفاح بميدلت، وهذا المعرض متميز ورائع جدا، حيث اكتسبنا بزاف ديال الكليان في هذا المعرض، وكنتمنوا مزيد من المعارض بحال هذا المعرض هذا. شكرا. كي جاكم المعارض؟ كيفاش دايره الاجواء والمشاركه ديالكم؟ اودي الحمد لله، راه تلاقينا بالناس ومتعارفين بالناس، اللهم لك الحمد، وهذا الشيء اللي كنتمنى راه وصلنا، اللهم لك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت جايه تزوري هنايا المعرض؟ اييه. ممكن تقولي لنا شي كلمه على هذا المعرض، كيفاش جاك؟ تبارك الله ما شاء الله، هذا الشيء كله زوين، الانتاج زوين، كتشوف كل شيء زوين، كل شيء موجود، خل التفاح موجود، التفاح هما هذا الشيء كله زوين، تبارك الله، الله يسهل الامور، الله يجيب الرزق. يا رب. واخا هذا العام ما كاينش داك الشيء ديال الخيل نظرا للزلزال، ولكن الحمد لله. الامور دايزه مزيان. دايزه مزيان. المعرض كل شيء مزيان. الحمد لله ما كرهناش، غير اللي جاي يعطيو له كوربا يمشي. انت شي كوربا؟ بغيت صندوق معايا ونبقاو خاويين. ان شاء الله. الله يسهل الامور، شكرا. الله يبارك فيك، شكرا. نتمناو ان شاء الله العام الجاي وتكون ان شاء الله تبويضه وكل عام زوين ان شاء الله. ان شاء الله. الملتقى الوطني للتفاح. هاني يا اختي. قلت لك هذه اول مشاركه ديالي في هذا الملتقى الوطني للتفاح بميدلت. كان مثل تعاونية تي ميدلت. أول حاجة بغيت نهضر على المنتوجات اللي كتنجها التعاونية هذه، كتنجح مثلا. فاش تكونت التعاونية؟ هذه المدة تقريبا هي تقريبا حادثة تأسيس، شي بحادثة تأسيس، ماشي جديدة ما قديمة، المهم 3 سنين. أنت 2000 تقريبا 2020. وهذه أول مشاركة؟ هذه أول مشاركة لي أنا في هذا الملتقى هذا. مزيان. وكيفاش جاك المعرض؟ في الحقيقة أجواء جد رائعة، ماشي جد رائعة النت. من القلب. من القلب النت، جد رائعة، ما أجواء زوينة في هذا المعرض هذا. الحمد لله كاين الخير، كاين الخير في البلاد. المنتوج كاين المنتوج، وحتى الجودة عالية، إنما هذا العام هذا رغم كاين سميتو. كاين الجفاف، فهمتي، قلة المياه، الناس كلقات المشاكل حتى بالنسبة للآبار، الناس بالنسبة للآبار لقاو المشاكل حتى على النواحي ديال على حساب السقي، فهمتي.
النواحي ديال الامتين مثلا تنفيذ. كاين مثلا الفلاح كيجي كيبغي يحفر مثلا كيبغي يدير بير باش يلقى يعاون مثلا الجرده ديالو مثلا فهمتي يكون منتوج ان شاء الله. هاك كانت فهمتيني ونطلبوا من الله ان شاء الله هذا العام كيلقى مشاكل خصو يمشي مثلا لوجده باش هادي يشد الرخصه والرخصه كيحط الدوسي ديالو تما مثلا وخصو يتسنى واحد 6 شهور هذا باش يردوا عليه وكيلقى الطلب ديالو مرفوض فهمتي يتسنى 6 شهور غادي يخسر الترونسبور من هنا حتى لوجده مثلا ويعاود يرجع ويبقى يمشي ويجي ويحط الطلب ديالو يجلس واحد 6 شهور حتى يردوا عليه ويلقى الطلب ديالو مرفوض انت كيفاش هذا هو اللي كاين اخويا والله يدير الخير ونتمنوا كنتمنى انا واحد يكون واحد الاقبال زعما يكون واحد الاقبال على هذا المنتخب هذه الاونه ان شاء الله اييه والهدف ديالي في هذه المشاركه الهدف ديالي في هذه المشاركه هو نتعرفوا على الزوار والمشاركين كذلك نتبادلوا واحد شكرا شكرا كنتمنى ان شاء الله انك من هنا لقدام نشوفك في معارض دوليه ان شاء الله ونتمنى الخير لهذه البلاد هذه مدينه ميدلت مدينه التفاح فشكرا لك وشكرا على الكلمه وكنتمنى من الله يرزقنا الشتاء ان شاء الله وما يبقاش هذا الجفاف وشكرا لك شكرا غادي ندير واحد معرض في سويسرا ان شاء الله اجي دير معايا اجي دير ندير واحد معرض في سويسرا واحد معرض في المان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الله يسخر لك والله يعاونك كنشجعوا دائما الشباب كنشجعوا الشباب دائما وكنتمنوا الخير للشباب ديالنا ديال ميدلت وكنتمنوا التوفيق ديالك في المسيره ديالك والله يوفقكم الله يحفظك اخويا خالد شكرا اخويا خالد لا كنت شرغيت ما ديش ما هذا الشرغي اللي غتنسى ربي حسن مبارك زيد سمرت نيت مولاي احمد اسم التعاونيه الموني فرح دفن الشارق الشارق المسؤولين الشارق السيدي عام جي تغازغي افرح لينا تسعون ربي تسعون ربي التعاون ربي عاوني مازال لنس نتمنى يهدو زيت وفروق اتمنى يهدو ربي دا نتمنى ان شاء الله واخا وجي نستافد التعاونيه الموني فرح وتجي نستافد شي الفلاحه انا نتمنى ان شاء الله هذاك شوشا ما نستفاد هذاك هنا فوز وفوز انا معاون عندو غردات وما دارت الشارق الموسم تفاح بزاف 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 الشارق المسؤولين ناس اتنعاون ربي